بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله عندنا درس اللي غنتعلموا فيه كيف نطرح الأسئلة باللغة الفرنسية باستعمال هذه الأدوات اللي هي لماذا، ماذا، من، كيف، كم، متى، وأين. فلنبدأ على بركة الله. فأولا عندنا لماذا. لماذا بالفرنسية هي pourquoi. 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 ودائما ما كنساوش لو بوين دانتيروغاسيون او علامه الاستفهام. فنشوفوا دي زيكزامبل على pourquoi او لماذا. فمثلا الا بغينا نقولوا لماذا انت حزين هي pourquoi tu es triste. pourquoi tu es triste. pourquoi tu es triste. دونك حزين هي triste. المثال الثاني لماذا لا تكلمني. بالفرنسيه نقول pourquoi tu ne me parles pas. Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne me parles pas? لماذا لا تكلمني؟ مثال آخر. لماذا لا تجيب؟ لماذا لا تجيب؟ بالفرنسية نقول Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? وكيف قلنا دائما ما كنساوش البوان دانتيروغاسيون أو علامة الاستفهام. الآن مروا لماذا. ماذا هي كيسكو. كيسكو. كيسكو أو كوا. دونك ماذا هي كيسكو أو كوا. نشوفو دي زيكزامبل على كيسكو. ألوغ إلا بغينا نقولو ماذا تفعل. ماذا تفعل هي كيسكو تو في. كيسكو تو في. كيسكو تو في. ماذا تفعل. مثال آخر ماذا تريد. بالفرنسية نقول Qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux. مثال آخر ماذا تقول. ماذا تقول. Qu'est-ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis. Donc ماذا هي Qu'est-ce que. الان نمرو لمتى. متى كنستعملوها اللي بغينا نسالو على الزمان. دونك بالفرنسيه هي كون. كون. متى هي كون. نشوفو دي زيكزامبل على متى او كون. متى ستاتي. فاذا بغينا نقولو متى ستاتي بالفرنسيه هي كون فياندراتو. كون فياندراتو. كون فياندراتو او كون تو فياندرا. Donc, il y a le verbe venir. Le verbe venir ou fa'il yati. Donc, quand viendras-tu ou quand tu viendras. Yani meta satati hna fi le futur. Hna le verbe venir sarfna fi le futur. Quand viendras-tu ou kif qulna quand tu viendras. Le mithal thani meta ta'oud ila al manzil. Meta ta'oud ila al manzil hiya quand tu reviens à la maison. Quand tu reviens à la maison. Quand tu reviens à la maison. Donc, il y a le verbe revenir, les huwa ya'oud. Fahna le verbe venir huwa ya'ti ou le verbe revenir huwa ya'oud. Quand tu reviens à la maison. Yani mata ta'oud ila al manzil. Quand tu reviens à la maison. Le mithal akhir. متى ستكون متاح أو متى ستكون متوفر. فهي quand tu seras disponible. Quand tu seras disponible. Quand متى tu seras. Sera هو le verbe être صرفنا في le futur. يعني ستكون disponible هو متاح أو متوفر. Quand tu seras disponible. Quand tu seras disponible يعني متى ستكون متوفر. الآن عندنا كيف. كيف أو كومون. كومون. فهنا كومون كنكتبوها بدوزيم و تي في آخر الكلمة لا تنطق. كومون هي كيف. نشوفو دي زيكزامبل على كومون أو كيف. فإلا بغينا نقولو كيف حالك هي كومون تاليفو. كومون تاليفو. كومون تاليفو. ممكن نقولو أيضا كومون فوزالي.
وكيف كنعرفو هنا سي لو فو دو بوليتيس، يعني واخا كون كنتكلم غير مع شخص واحد فكنستعمل معاه فو، يعني هاد فو نتاع الادب او نتاع البوليتيس. فاذا كنت كنتكلم مع واحد الشخص اللي كيكبرني في السن او بناتنا الرسميات فكنستعمل فو، ما كنستعملوش معاه تو. والا كنت كنتكلم مع شي شخص اللي قد في السن او يعني صديق ما بيناتناش الرسميات فغنقول له كومون فاتو، كومون فاتو، كيف حالك. ليكزامبل الثاني، كيف صنعت هذا الطبق، كيف صنعت هذا الطبق. كومون tu as fait ce plat، كومون tu as fait ce plat، كومون tu as fait ce plat. فلو بلا هو طبق، كومون tu as fait ce plat. ليكزامبل الاخير، كيف حققتم احلامكم، كومون avez-vous réalisé vos rêves. Comment, كيف, avez-vous réalisé, حققتم, vos rêves, فالرêve rêve هما الأحلام. Donc, comment vous avez ou bien avez-vous réalisé vos rêves. الآن مرو الكم أو combien. Combien, كم هي combien. نشوفو des exemples. فإذا بغينا نقولو كم وزنك هي combien pèses-tu. Combien pèses-tu. Alors combien يا كم pèses-tu يعني كم وزنك أو كم تزن. Combien pèses-tu. L'exemple الثاني، كم لديكم من طفل. Combien d'enfants vous avez. Combien d'enfants، فلز enfants هما الأطفال. Combien d'enfants vous avez. Combien d'enfants vous avez. L'exemple الأخير، كم عدد البلدان في العالم أو كم عدد الدول في العالم. Combien de pays dans le monde. Combien de pays dans le monde. Combien كم de pays بلدان أو دول dans le monde. فالو monde هو العالم. Combien de pays dans le monde. Donc فقلنا كم هي combien وعندنا من هي كي. فمن إلا بغينا نسألو على شي شخص فكنستعملو من أو كي. نشوفو ديز إكزامبل، من يطرق الباب. فإلا بغينا نقولو من يطرق الباب هي كيف خاب على بورت. كيف خاب على بورت. كيف خاب يعني من يطرق على بورت، لا بورت هو الباب. كيف خاب على بورت. ليكزامبل الثاني، من أنت. إلا بغيت نقول من أنت هي كي إيتو. كي إيتو. من أنت كي إيتو. ليكزامبل الأخير، من هناك. من هناك هي كي إلا. كي إلا. كي إلا. من هناك. دونك قلنا من هي كي كنستعملوها اللي بنسأل على الأشخاص. الآن عندي أين أو أو. أين أو أو فكنستعمل هاي اللي بغي نسأل على المكان، كنستعملو أو. وانتبهو بالنسبة لأو اللي كنستعمل إلا بغي نسأل على المكان أو لليو، فأو كتكون فيها أكسون غراف. أو فيها أكسون غراف، وأو الأخرى اللي ما فيهاش أكسون فهي أو، كتعني أو. دونك انتبهو، فانتبهو فأو كنكتبوها بأكسون غراف. نشوفو ديز إكزامبل على أين أو أو. أين تسكن فكنقولو أو tu habites. أو tu habites. أو tu habites. أين تسكن. أين توجد. Où se trouve. Où se trouve. Où se trouve. L'exemple الأخير، أين كنت فهو Où étais-tu. Où étais-tu. Où étais-tu. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه، تكونوا تعلمتوا تطرحوا الأسئلة بهذه الأدوات اللي هما لماذا أو pourquoi، ماذا أو كيسكو، من أو كي، كيف أو كومون، كم أو كومبيان، متى أو كون، أين أو أو. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم. ما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلقى